هذه هي النتيجة المنطقية الوحيدة لإيران، وربما أقدمت إيران على هذا ولكن بأسلوب يحفظ ماء الوجه. الآن الولايات المتحدة أظهرت وتظهر لإيران أنها ليست مهتمة كثيرا بمسألة ما إذا كان هناك اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي أم لا. وها هي الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض تحذيراتها طويلة الأمد، ولكن إيران يجب أن تجد وسيلة وسبيلا لحفظ ماء الوجه. مسألة مطالب إيران رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية، سوف تتحايل إيران على أسباب أخرى للالتفاف حول هذا المطلب، لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة لن تقبل هذا على صعيدين. الصعيد الأول، الولايات المتحدة لن ترفع الحرس الثوري الإيراني مباشرة كما تطلب إيران، والمستوى الآخر هو أن الولايات المتحدة سوف تعزز وتقوي العقوبات المفروضة أصلا، وتتوسع في فرض هذه العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني وعلى فيلق القدس أو قوة القدس. ولكن الولايات المتحدة بدون شك، أريد أن أقول شيئين، الولايات المتحدة بدون شك في حاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي حتى اليوم، حتى اليوم، ولكن ليس بالشروط الإيرانية. والنقطة الثانية هي أن التضخم والأزمة الاقتصادية الطاحنة لا تقتصر فقط على إيران، بل هي أزمة الآن قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا وأنحاء العالم. وهذا في واقع الأمر توسيع نطاق هذه الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم يجعل الاقتصاد الإيراني في حالة أكثر سوءا وأكثر تدهورا من ما كان عليه الاقتصاد الإيراني قبل نشوء هذه الأزمة في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي العالم.